نتابع من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر، حيث تبحث إيران عن موطئ قدم وتحديدا في السودان الذي تمتد سواحله من مصر شمالا إلى إريتريا جنوبا بأكثر من 700 كيلومتر. ووفقا لول ستريت جورنال، فإن السودان رفض طلب إيران إنشاء قاعدة لها في البحر الأحمر، ما يثير التساؤلات حول هذه الخطوة إن تمكنت إيران من التواجد في البحر الأحمر.